أنا متأكدة إن سليم ورا اللي حصل. ما توصلش بيه لدرجة إن هو يبلغ الحكومة عن الدار؟ هيعمل أي حاجة عشان يضغط عليا ويعرفني إن قراري بوقف التجارة كان غلط. طيب عموما حضرتك مفيش أي مشكلة، هي شوية بس إجراءات، إن شاء الله أول ما أرجع هخلصها على طول. أنا جيت عشان أبلغك، وكمان جيت لك عشان سبب تاني. خير؟ أنا دلوقتي مش عارف الدار مصيرها إيه من اللي بيحصل. حضرتك رفعت إيدك على الدار، وكمان عم سليم رفع إيده. مصير الدار واللي فيه إيه اللي هيحصل فيه؟ ميزانية الدار والشهرية مين اللي هيبعتها؟ أكيد مش أنا. أنت رفضت تقف معايا وتساعدني، تحجج يعني وتقول لي إنك مش هتعمل حاجة تقسم العيلة. مدام جيهان، الدار يعني السلاح، والسلاح يعني الموت، ولما العطارين واقفين قصاد بعض عمري ما خرج طلقة من عندي في الدار. مش على آخر الزمن هنموت بعض؟ وعلى فكرة ده مش كلامي، ده العرف اللي مكتوب في الدار، اللي كاتبه بإيده أبويا زي العطار الله يرحمه. أنا لا طلبت سلاح ولا دم، أنا طلبت منك تساعدني عشان نمنع كل ده. وأبوك زين لو كان عايش كان هيقولك إنك غلطان يا حسن. بس أبويا زين لو كان شايف إن الموضوع بسيط أوي كده زي ما حضرتك شايفاه، ما كانش كاتب ده في عرف الدار. الله يرحمه كان باصص لبعيد، عارف إن ممكن في أي لحظة أي حد يجي يقلب عليك، وخصوصا اللي بياكل معاك في طبق واحد. وهو ساعتها كان شايف إن ما ينفعش حد من العطارين يقف قصاد التاني. وهو إيه اللي مكتوب في عرف الدار بخصوص الشهرية؟ إن هي مسؤولية كبير العطارين حتى لو الدار على الحياد. خلاص روح لكبير العطارين. حضرتك أنا كلمت عم سليم عشان يبقى قاعد معانا القعدة دي، بس للأسف تليفونه مقفول فمعرفتش أوصل له. وأنا مش هقدر أعمل لك حاجة، وعلى فكرة أنت اللي مصعب الحكاية قوي كده. حضرتك الشهرية اللي بتيجي للدار ديت هي اللي بتأكل ناس كتير قوي، وإحنا الخزينة عندنا خلاص قرب يخلص وعددنا كبير. وعلى فكرة الشهرية مش أكل وشرب بس، دي علاج وتدريبات ومصاريف. أنا محتاج حضرتك بس تساعديني عشان نعدي الأزمة ديت. أنت اللي مش عايز تساعده. يعني يا إما أخش في حرب يا جوع أنا وأخواتي اللي في الدار. لا لا خالص، ليه بتقول كده؟ أنا مش عايزك تحارب حد، أنا بس عايزك زي ما بتفكر في أخواتك اللي هناك تفكر في أخواتك اللي هنا. وأنت عارف كويس اللي ممكن يحصل لهم لو العيلة دي ما بقالهاش كبير. عم سليم هو كبير العيلة دي يا مدام جيهان. أنت في الشركة هناك وفي التجارة. لا لا لا، أنا قصدي كبير للعيلة بجد، يخلي باله من ورثهم ويدافع عنهم زيك يا حسن. بس حضرتك للأسف أنا مش من العيلة دي. انت ابن زين العطار، ابوك الله يرحمه كان بيحبك وبيثق فيك، والنهارده انت اللي لازم تقعد مكانه وكل الناس تعرف ان العيله بقالها كبير. ايه المفاجاه دي يا سيف باشا؟ اعمل ايه بقى؟ انت خلاص بقيت في مقام جوز بنتي باعتبار ما سوف يكون يعني. ان شاء الله يا فندم هبقى عند حسن ظن حضرتك واخليها اسعد زوجة في الدنيا. انا واثق انك هتقدر، بس انا مضغوط اليومين دول عشان قضية صلاح العطار. مضغوط من كل حاجة، من الادارة ومن الاعلام، من كل ناحية يا فندم. هو انا برضو يخلصني ان جوز بنتي يبقى شغال وسط كل الضغوط دي واسيبه لوحده؟ لازم اساعده. بص يا سيدي، انا بعت لك كده هدية صغيرة هتوصلك اللي عمل كده في صلاح العطار. ثانية واحدة يا سيف. يوسف باشا، جات لنا معلومات من مجهول بتحديد أماكن المجموعة اللي عاملة كده في صالة العطار. واضح كده إن هديتك وصلت يا سيف باشا. حلو، استغلها بقى عشان هي دي اللي هتوصلك للفعل الحقيقي واللي عمل كده، وهتتفاجئ يا يوسف. شد حيلك يا بطل، ربنا يسدد خطاك في رعاية الله يا يوسف. سلام يا باشا. اطلع لي يا باشا بقوة حالا عشان نجيب الناس دي. يا باشا جايز كم كمين، المعلومات دي كلها غلط. يا باشا انا المسؤول، اتفضل. تمام يا فندم. الحمد لله والشكر لله. مروان بيجي للوصل. خليه يتفضل. هلو هلو. اهلا مروان بيه. اهلا يا سيد باشا. اتفضل يا باشا. الف الف مبروك بالرفاء والبنين ان شاء الله، وربنا يرزقك بالذريه الصالحه
وجيب لنا كده جلال الصغير. الله يبارك فيك يا باشا. عقبال رودي ان شاء الله قريب. نعدي اليومين دول بس وكل حاجه هتبقى زي الفل، كلها افراح ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. فيش اخبار عن موضوع سراج؟ انت لسه قلقان ولا ايه؟ ما قلت لك يا مروان اطمن. بعدين انا ما اقولش كلمه غير وانا مالي ايدي منها. بدني يا اخي ما مراتك في حضنك، خايف من ايه تاني بس؟ انا مش بسال عشان موضوعنا ده بس، انا بسال عشان ده جاي كمان، خصوصا بعد اختفاء سليم العطار. مش ممكن يكونوا بيخططوا لنا حاجه واحنا مش عارفين يا باشا؟ واضح انك لسه ما تعرفنيش كويس. ابوك الله يرحمه كان يعرفني كويس قوي. انا ما بحبش الدوشه ولا الكلام الكتير، بحب اشتغل بصمت. بعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا واثق في تخطيطك يا باشا. واثق فيه قوي كمان، وماشي وراك زي ابويا. عمياني. انت ما كنتش ماشي ورا ابوك عمياني ولا حاجه. كنت بتلعب من وراه. اه. بأمرت صباع فارس. يا باشا ده كان تقليص حق. الواد كان عايز يعلم عليا، علمت عليه. ولا انت كنت عايز تسيبه يعلم عليا؟ ومراته برضه تقليص حق؟ مفيش حاجة بتدور حواليا ما بكونش عارفها. أنا راجل فاهم كل حاجة. أنا ممكن أسيبك تلعب زي ما أنت عايز، بس تخليني معاك في الصورة. لكن لو لعبت من ورايا ولقيتك بتقع هسيبك تقع. بس برضه احنا في مركب واحدة ولا ايه؟ اي نعم. المركب دي بتاعت انا وانت اللي معايا فيها. يعني لو لقيتك حمل زيادة عليا هدلقك منها. سيبك انت من كل الكلام ده. اشمعنى يعني البنت دي؟ مع ان انت يعني حواليك بنات كتير قوي يتمنوا اشارة منك. مش عارف. أنا في الأول قلت هي دي سكتها الوحيدة، بس بعد كده عجبت. مش عارف بقى، يمكن عشان هي ملهاش حد، ولا يمكن أنا اللي محتاج لها. مروان بيه عايز يتجوز واحدة ما يعرفش حاجة عن أصلها ولا فصلها. ملهاش حد يا باشا. زي بعدين يا باشا، هو الجواز بيلزق. ده أنا أبويا الله يرحمه اللي كنت أعرفه عنه إنه اتجوز بتاع 15 واحدة. ده غير اللي ما أعرفهمش يا باشا. الله يرحمه كان شديد وعصب. ربنا يوفقكم وتبقى خير خلف لخير سلف. بس اوعى تحب يا مروان، الحب بيضعف، واحنا مش عايزين ايدك تتلوي لا مؤاخذه. كبش يا باشا، ابن الوز عوام. استاذنك يا باشا. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. سراج بيه. ايه اللي مضايقك يا سراج بيه؟ اللي شو معناه اللي عملته؟ قفلت مخازنك على السلاح؟ نحن عم نلعب ولا عم نلعب؟ ايه رايك بقى؟ جامد انا؟ بنتعلم منك يا سراج بيه. يا ريت بتتعلم من اخر غلطة انا غلطتها، وهو اني تركتك بداخل اللعبة لغاية هلا. الله يسامحك، وانا كمان هسامحك عشان انت بس في مكتبي. اوعى تكون مفتكر يا سيف اني ماني عارف مين وراك، وماني عارف لمين بدك تاخد السلاح ولوين. بس اللي بدي اقول لك ايه، انه اللي معك ما بينفعوك ابدا لو قررت توقف ضدي. حلو قوي يا سراج. طالما بقى بنلعب كده على المكشوف نلعب. احب اقول لسعادتك ان ندى وعز اللي انت دخلتهم جوه عيله العطار هما كمان مش هينفعوك. هذا شغلي وانا بعرف شغلي كتير منيح، انما انت بيظهر حابب تفوت بمطرح تخسر فيه. انت تخسر. انما انا ما اخسرش ابدا. قلت لك كتير وصلني بالشركة وكبر
تكبرني معاك، بس انت ما رضيتش ورحت تلعب من ورايا. كنت بتضيع وقت. ايه بقى اللي حصل؟ خسرت انت كل حاجه زي ما سليم بالظبط خسر كل حاجه. سليم وين يا سيف؟ الله اعلى واعلم. هو قال لي انه هيحل الموضوع من فوق، تقريبا سافر عشان يتواصل مع الشركه، وانا دعيت له من كل قلبي، وتقريبا ربنا وفقه. انت راح تخسر، صدقني راح تخسر، ووجودك باللعبه صار خطر، خطر عليك وخطر علينا، فبنصحك تطلع منها. اللعبه اتغيرت يا سراج، بس واضح انك مش واخد بالك. انا خلاص ابتديت اتواصل مع الشركه، وقريب قوي انت اللي هتخرج بره اللعبه، بره خالص. نورت. ازاي سليم بيه اختفى ومحدش يعرف طريقه يا سيف بيه؟ لا ما عندكش اي خبر نعرف منه هو فين؟ والله ما اعرفش يا فتحي، يمكن كده سافر يومين يغير جو او راح يعمل عمره. ادعي ربنا يغفر له. ايه يا سيف بيه بتعمل ايه كده؟ انا في حاجات مش فاهمها وانا بحب افهم. عايز تفهم ايه يا ياسر بيه؟ عايز اعرف بضاعتنا فين وهنعمل ايه. بضاعتكم زي ما وصلها الرجاله في الحفظ والسوق. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل زي كل مره، نشوف السوق عايز ايه وننزل. اه يعني هنشتغل من غير سليم؟ بس كده يبقى مش في السليم. هنشتغل من غير اي حد، والموجود يسد. نشتغل يا باشا والفتح على قله الاصل. امين. طب ده بالنسبه للسلاح وده مالش فيه، بالنسبه للمخدرات ايه بقى؟ المخدرات دي بقى حلال عليك، ومش عايز منك فلوس التخزين، ولا عايز تخش معانا تجاره السلاح اهلا بيك، هديك نسبه من حصه العطار. انت ياسر بيه تعبت معانا في الايام الصعبه، مش هينفع بقى نسيبك واحنا داخلين على النعيم ده كله. لا بقى انا عايز افهم، انا عجزت وعندي مبادئ هلوسه، في ايه؟ عشان بننسى صاحب الملك، ربنا سبحانه وتعالى بيدي لمن يشاء وياخد من من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ده كده واضح بقى ان سليم بما هوش راجع دلوقتي. مفيش حد من عيله العطار هيرجع تاني، صاحب المكان اللي معاك كل المفاتيح. بس انت مش معاك كل المفاتيح ولا مؤاخذه يا سيف باشا. معايا كل المفاتيح الا مفتاح واحد بس، اللي بيدخل من بره لجوه. قصدك مين؟ هو هيكون اللي في بالي. هو باين. هو الراجل ده موجود بجد؟ في ناس بيقولوا ان زين العطار كان بيخوف بيه الناس، وانه اصلا مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ امال مين بيدخل بضاعه جوه البلد؟ زين كان بيستلم البضاعه بس، الراجل هو اللي كان بيسلم. هو في ايه يا جدعان؟ ما تفهموني، مين الراجل ده؟ الراجل ده الحدود كلها في ايده، وطول ما ايدك في ايده بننبسط، لو قفلها بنزعل كلنا. محدش يعرف لا مكانه ولا اسمه ولا شكله الا عيله العطار. لازم نوصل له باي طريقه، من غيره مش هنعرف نعمل اي حاجه. لما تقول لي وانا اخلي الرجال تجيب وصل. في ناس بتقول عليه السفير، وفي ناس بتقول عليه نوح، محدش عارف حقيقته، كلها اساطير. نوح؟ انا سمعت الاسم ده قبل كده في تجارتنا. في ناس بتقول انه راجل، وفي ناس بتقول انه واحده ست، وناس بتقول ان اللي قبله ما رجعش. في ناس بيقولوا انه زرع فدانين مخدرات عشان مزاجه ومزاج الرجاله اللي معاه. اه وانا سمعت انه واخد اعدام قبل كده 4 مرات. انا بقى توكلت على الله، ومن يتوكل على الله فهو حاسبه. ونكمل طريق للاخر، عايزين بقى ننسى اللي فات خالص، ننسى عيله العطار وسراج. وانا مراهن عليك من الاول يا سيد باشا، وانا بحب اركب جنب السواق زي ما انت عارف. حلو قوي بقى فتحي، عربون المحبه انك تعرف لنا كل حاجه عن الراجل ده. وانا اجيب ده منين؟ من الاوضه السريه اللي في مكتب زين العطار. خير ياب؟ في ايه؟ رجايه بتقول انك عايز تشوف صالح. عايز اشوفه واملي عيني منه. بقى يا راجل تبعت تجيب البت عشان تجيب لك الواد من عز السبوع والناس قاعده؟ رب الواد على انه يحمد ربنا على اللي في يده.
ما تخليهوش يبص اليد غيره، عمره ما هيبقى حاجة لو ملك كنوز الدنيا كلها. مالك يا أبا؟ لازمته إيه الكلام ده دلوك؟ يعني عايشة مش عارفة لازمته إيه؟ لازمة إن أبوكي نكدي ولازم ينكد علينا، أنا عارفاه. عمرك ما عرفتيني يا زينب، عمرك ما عرفتيني. روحي يا زينب، اخرجي من الأوضة، عايزة أتحدد مع عائشة. ماشي يا أخويا، ومين يعوز يقعد معاك أصلاً؟ بلا قرف. الولد ده هيبقى حاجة كبيرة قوي يا عائشة، أوعي تربيه على طريقة أمك. مالك يابا؟ مفيش يا عائشة، خد الولد وروح جوا معاهم. واسيبك لمين؟ اللي خلقني يا عائشة، وانت هتبقى حن منه عليا. أبا انت بخير؟ روح يا عائشة، روح يا عائشة، انا عايز ارتاح شوية. ياسين مالك فيه ايه؟ ايه اللي حصل؟ قتل اخواتنا يا حسن، قتل اخواتنا وسرقوا المخازن. ياسين ياسين